مشاهد صمود الشعب الصحراوي عزز رواق التضامن مع القضية الصحراوية التي باتت مصدر إلهام المثقفين والفنانين من مختلف بقاع العالم. فضاء الإبداع هذا احتضن الطبعة 18 للمهرجان الدولي التضامني آرت فاريتي. هاي تظهر الطبعة 18 من المهرجان الدولي التضامني للفنون آرت فاريتي اللي ينظمه خيمات اللاجئين، وهذا العام يعني شهد حضور كبير، ولكن أيضا سيتم يعني إطلاق المهرجان الأول للفيديو القصير حول واقع حقوق الإنسان في المدن المحتلة. أكيد بأنه سيكون يعني فرصة للمرافعة عن قضيتنا من خلال الثقافة والتحسيس بها. بينما سجل حضور قوي للمنتظمين الأجانب مع القضية الذين جاءوا للتعبير عن مساندتهم للشعب الصحراوي من خلال مشاركتهم في مختلف الورشات. المهرجان يهدف إلى تحسيس العالم بالظلم الذي يتعرض إليه الشعب الصحراوي. نشكر الشعب الجزائري على دفاعه الدائم عن القضية الصحراوية. نحن معجبون كثيرا بثقافة وإيديولوجية رفاقنا الصحراويين، معجبون كذلك بتضامن الشعب الجزائري. هي علاقة بين أشقاء هدفها أن يسمع العالم بكفاح الشعب الصحراوي. نحن في افتتاح آرت تيفاريتي، وهو مهرجان دولي للفن تضامنا ودفاعا عن الشعب الصحراوي ودفاعا عن حقوق الإنسان والسلام والحرية. في هذه الطبعة يحضر فنانون من الجزائر وإسبانيا والمكسيك وألمانيا، وبطبيعة الحال فنانون صحراويون. هي إبداعات ورسائل تضامنية متعددة يعبر عنها أصحاب الفن بضرورة تحقيق الحرية والاستقلال لهذا الشعب مهما طال الزمن.